كان عنده مباراة النهاردة مهمة جدا أمام فريق بيراميدز، وانتهت بفوز النادي الاهلي، فوز النادي الاهلي نتيجه 3-2. طبعا مواليد 2001، تحت قياده كابتن احمد سراج، على فكره من المدربين المميزين جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اهداف النادي الاهلي احرزها شادي رضوان، على فكره اللاعب ده افتكروا اسم شادي رضوان، ده من احد اهم اللاعبين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومصنف طبعا على حسب صحيفه الجارديان ان هو من ضمن افضل 60 موهبه صاعده على مستوى العالم، احرز هدف. واحمد اشرف ده لاعب مميز جدا جدا في نص الملعب، احرز هدف جيد. وعبد الوهاب علي كمان من اللاعبين او المهاجمين المميزين جدا في صفوف فريق 2001 تحت قياده الكابتن احمد سراج. بالتالي النادي الاهلي بيتصدر برصيد 24 نقطه من 8 مباريات، وبيكون في المركز الثاني فريق الجيش برصيد 20 نقطه. بالتالي كان فوز مهم جدا النهارده بالنسبه لهم على فريق بيراميدز. طب خلينا نروح سريعا بسرعه لفاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، واللي اكيد معاه كل التفاصيل الخاصه بهذه المباراه. يا فاروق، مساء الفل عليك. الفل عليك زميلي امير، وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ودايما منورنا على قناه النادي الاهلي. حبيبي يا فاروق، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله كله الحمد لله. طيب كلمنا عن المباراه النهارده وفوز النادي الاهلي على بيراميدز، اشرح لنا المباراه كانت ماشيه ازاي، مين تالق من اللاعبين، سيناريو المباراه نفسه كان عباره عن ايه؟ كلمنا عن المباراه بشكل عام يا فاروق. خليني زميلي امير اقول لحضرتك، لو هنحط عنوان للقاء هنقول روح قميص النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء اللي دايما بنزرعها في الناشئين. لاعب النادي الاهلي بيلعب لاخر دقيقه، هدفه دايما المكسب، هدفه المركز الاول. هي مباراه كانت عنوان عن روح الفانيلا الحمراء في وسط الضغوط، في وسط الظروف، في وسط الجماهير، في وسط اجواء في ملعب منتجع الاسيوطي، لكن مع بلعبه النادي الاهلي اللي دايما بنراهن عليه سواء في الناشئين او في الفريق الاول. النادي الاهلي دخل اللقاء وهو بيتصدر جدول المسابقه، حقق الفوز 7 لقاءات، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع ما شاء الله. دخل اللقاء مع فريق بيراميدز، قدر ان هو يحرز هدف عن طريق اللاعب شادي رضوان، وشادي زي ما حضرتك قلت تم اختياره، هو ترتيبه رقم 20 كمان، يعني ضمن 60 موهبه على مستوى العالم طبقا للاستفتاء واختيارات صحيفه الجارديان. انتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف عن طريق شادي رضوان، وهدف من اجمل الاهداف، يعني اكيد جماهير النادي الاهلي هتتابعه وهتشوفه معانا على قناه الاهلي وهتشوفه طبعا بالكامل. هدف رائع ومميز جدا لشادي، يعني لم واحد والتاني جوه منطقه ال 18 وركنها بالقدم اليسرى على يمين الحارس. مركزه ايه بالظبط يا فاروق شادي؟ شادي بيلعب على الجناح الهجومي الايمن والجناح الهجومي الايسر، يعني ما شاء الله بيجيد اللعب على اطراف الملعب. واحد من اللعيبه اللي تميز بالسرعه والقوه، عنده الرشاقه والمرونه، الامور اللي يعني نقدر نقول لو ربنا يعني ان شاء الله لو شادي قدر يحافظ على الموهبه اللي ربنا اداها له يكون امتداد لجيل كتير ونجوم كتير في تاريخ النادي الاهلي وكره القدم المصريه. الشوط الثاني الاهلي انهى الشوط الاول بتقدم بهدف وسيطره من النادي الاهلي على احداث اللقاء، واهدر اكثر من فرصه هدف اخر. الشوط الثاني قدر فريق بيراميدز ان هو يعمل اكثر من تبديل، وقدر ان هو يرجع لاحداث اللقاء بهدف احرزه لاعب كريم رمضان. ثم دفع الكابتن احمد سراج باللاعب احمد اشرف. حضرتك بتتكلم على احمد اشرف، واحد من اللعيبه المميزه اللي ده لاعب كويس قوي، شخصيه القائد للنادي الاهلي. احمد اشرف بعد نزوله بدقيقتين قدر ان هو يحرز هدف التقدم للنادي الاهلي، اصبحت النتيجه 2-1 للنادي الاهلي. في الدقيقه 37 من احداث الشوط الثاني قدر فريق بيراميدز يتعادل عن طريق بديل ايضا هو اللاعب مازن اشرف، حط هدف التعادل 2-2. في الدقيقة 93 وروح ما بعد الدقيقة 90 للنادي الاهلي كالعادة اتعودنا عليها مع الفريق الاول، اتعودنا عليها مع فريق الناشئين. لاعب عبد الوهاب علي قدر في الدقيقة 93 يحرز هدف رائع للنادي الاهلي عشان يتل الانتصار. انا عايز اقول لحضرتك ان كمان زميلي امير ان صراع منافسة على على هداف البطولة ما بين شادي رضوان وعبد الوهاب. النهارده شادي جاب الهدف الثامن، عبد الوهاب ايضا احرز الهدف الثامن، والاثنين في 8 ماتشات هداف البطوله. ايوه يعني جابوا 8 اهداف، كل واحد جاب 8 اهداف في 8 ماتشات. كل واحد جاب 8 اهداف. انا كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، في احصائيه احنا عاملينها ان يعني انا عديت هذه الاحصائيه ان النادي الاهلي حتى الان هو اقوى خط هجوم على مختلف مستويات بطولات
المنطقه القاهره او بطوله الجمهوريه ناشئ النادي الاهلي احرزوا 143 هدف. 143 هدف. 143 هدف احرزهم ناشئ النادي الاهلي حتى الان في مختلف كل البطولات. النادي الاهلي ايضا هو اقوى خط دفاع لم تهتز شباكه الا ب 28 هدف. والنادي الاهلي عنده رقم ايضا انه عنده فريقين، فريق 2002 وفريق 2004. الفريقين حتى الان لم تهتز شباك اي فريق منهم باي هدف. ارقام واحصائيات لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، يعني ده بيدل يا برضو يا فاروق ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي بخير، وعندنا العديد من المواهب والنجوم اللي ممكن يكونوا اضافه لفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي في القريب العاجل ان شاء الله. بالظبط زميل ايه ده، انا اقول اوضح لحضرتك نقطه كمان مهمه، ان هداف بطولات القطاعات الناشئين الاهلي، هداف بطوله 97 يوسف علاء من النادي الاهلي، هداف بطوله ال 99 صالح نصر برصيد 9 اهداف من النادي الاهلي، هداف بطوله ال 2001 من النادي الاهلي شادي رضوان وعبد الوهاب، هداف بطوله ال 2000 اللاعب العربي جمال من النادي الاهلي برصيد 6 اهداف، هداف بطوله ال 2002 اللاعب احمد سيد غريب ب 8 اهداف من النادي الاهلي، هداف بطوله ال 2004 من النادي الاهلي اللاعب ميدو اسامه برصيد 9 اهداف. البطوله الوحيده حتى الان الهداف مش من النادي الاهلي هي بطوله ال 2003. للبطولات النادي الاهلي اقوى خط هجوم، النادي الاهلي اقوى خط دفاع، الهدافين من النادي الاهلي زي ما حضرتك عارف احنا دايما بندور على الناشئين، بندور على ابو تريكه جديد، بندور على عماد متعب جديد، بندور على كابتن الخطيب جديد، بندور على بركات جديد، على عماد النحات، على النجوم. ستة بتقول اسماء صعبه قوي تلاقي ناس حد يعوضهم يا فاروق، يعني اسماء تاريخيه بالنسبه للكره المصريه بشكل عام. بالظبط، بنحاول على قدر المستطاع. طيب عامه يعني الامور ماشيه في القطاع بشكل جيد يا فاروق، والنهارده كان فوز مهم بالنسبه للنادي الاهلي على بيراميدز. فوز مهم، واللي انا عايز اقول لحضرتك ان الاهلي رفع الفرق النقاط ما بينه وما بين اقرب منافسيه لنادي طلائع الجيش لاربع نقاط، النادي الاهلي 24 طلائع الجيش 20، رفع فارق النقاط ما بينه وما بين الزمالك ل 13 نقطه فارق ما بين الاهلي والزمالك، الاهلي رصيده 24، نادي الزمالك النهارده تلقى هزيمه من مقاولون العرب وتوقف رصيده عند 11 نقطه، تمام. نادي بيراميدز ايضا توقف رصيده عند 7 نقاط. فالنادي الاهلي نقدر نقول الكابتن احمد سراج نحييه ونحيي اللعيبه ونتمنى لهم التوفيق في المشوار القادم ان شاء الله، عندهم مواجهه مع نادي بتروجيت الاسبوع القادم بالسويس باذن الله، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله زميلنا طبعا مراسل قناه النادي الاهلي فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا على هذه